صافي قالك كي يسبها في الديريكت. نقول له والله هتشوف يعني ديجا من الاول راك شفتني ما عرفتش كيفاش ندخل، انا ما نعملهمش هذوما جمله، مانيش مغروب خاصة في الانستغرام. صاحبك برشا اشرف، كيفاش؟ اشرف صاحبك برشا. لا يا اخويا هذاك صاحبي برشا برشا يعني الحقيقة. عندك أشرف وعندك بن عمر وعندك ترابلسي، هذوما معناتها المجهورات قرب برشا عليا، معناتها نحكي لك لنا معناتها في في سوسة. ما حملتش فيه في المشكلة اللي صارت في كوب دو موند. كيفاش؟ هو تو فكرني فيها كي جاء المشكلة اللي صارت في الكوب دو موند، ما حملتش فيه انت. على أشرف اي والله اسمعني، هذيك المشكله هذيك راهو فما منها الحقيقه، ما فما راهو وقتها في الوقت هذاك فما شكون عامل لي فو بروفيل. شو ماكش انت معناها؟ لا اني يعني وقت حكيت اني يعني وقت حكيت مع الجوالات، حكيت معاهم معناتها واحد كلمته وكلمته معناتها كلمت البوغان من وقتها، كلمت شويرف فهمت، اما في حكايه السبان باش اني وقتها سبيت الميزه، ومانيش اني وقت حتى وقتها كلموني راهو حتى من تونس وكل شيء، حتى سي وديع فسرت له الحكايه كلمني قال لي حمدي راهو ما يجيش كل شيء، قلت له والله لا وقت اني فتحت الفيسبوك نتاعك شفت الفيسبوك عامله واني باسمي مرتي معناتها مش وحدي فهمت، فما واحد وقت عمل فو بروفيل سب نساوي معناتها، اما الحقيقه معناتها ما كانوش في الوقت هذاك ما نتصور ما كانوش باين معاه معناتها. ممكن حتى نعطيك حاجه اخرى ما غير ذكر الاسامي، ممكن حتى فما في ولاد جمعيته وقتها فما عباد ما وقفوش معاه.